وسطيه. كابتن طه مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف. وحشنا يا كابتن، ازي حضرتك؟ الله يخليك حبيبي، الله يكرمك. راي حضرتك في المباراه النهارده كابتن؟ والله انا سمعت جزء كبير انت قلته في المقدمه، يعني جزء من الحقيقه. يعني انا عايز الحقيقه كلها اللي عند حضرتك. الحقيقه شوف، هقول لحضرتك على حاجه، في تفاصيل صغيره بتؤثر في المباراه. يعني اما بتوصل للمرمى في الوقت اللي انت تبقى متفوق فيه في الجزء الاول من الشوط الاول وتتاح لك حتى ولو فرصه واحده، لازم تسجلها. تخيل مجرى اللعب، ادي فرصه راحت في اول اللعب. انا مش عايز اقول الناس كلها عارفه الفرصه ومين والكلام ده، لكن بدي لك نقطه. يعني الحاجه الثانيه انه برضو يعني سوء تقدير للشناوي في الكوره اللي جت جول، لانه يعني هو قبل ما تشط بثانيه وهي لسه محطوطه بيبص على الشمس وبيعمل ايديه، ايده على الشمس. أيوة. على معانا الصوره يا كابتن. صح. انا لامح طبعا. الماتش فعلى طول انا لما شفت دي انا حسيت ان هيبقى في مشكله. انا ما حط ايده كده على مناهج الشمس هتخيلني او هتعمل، ولذلك هو طلع والكوره في متناوله 100%، لكن ايده ما جاتش فيها خالص. يعني لم يوفق فيها. طبعا لم يوفق دي برضو يعني على قد ما الجول كيبر انت بتصيطه له اسمه وكذا، على قد ما بتتحسب عليه لعبه. صح. زي كده. يعني لو جولك عادي ممكن ما فيش مشكله، لكن فهي صد بينالتي بعد كده ورجع الامل للنادي الاهلي في الوقت المتبقي بعد ضربه الجزاء ان هو ممكن يتعادل فيه. لكن البدايات تفرق كتير قوي. يعني لما تبتدي تسجل انت وتبتدي تتقدم يعني شيء يختلف خالص. الغريبه شويه كابتن طه برضو ان ديزاين، يبقى في ديزاين ملعب الدهريات الشمس راكبه الجول بالشكل ده، او الشمس يعني في التوقيت ده عموديه كده بالشكل ده، فالجون يعاني. يعني في عالم كره القدم لازم الشمس تبقى جايه بطريقه معينه على الملعب، وميعاد المباراه يبقى ليه علاقه بالشمس ضربه فين او الاضاءه او الانوار. خلي بالك بس برضه من ضمن الحاجات، زمان كنا نراعي الحاجات دي، في الكابتن يراعيها اذا اتيحت له الفرصه في اول. صح. في التوس اللي بيتعمل. فما بيتعمل التوس بياخد الاول الشمس ضده وهي الشمس لسه عاليه، بحيث ان الشوط الثاني لما الشمس تبقى واطيه تبقى في وش الجول وفي وش اللعيبه المدافعين. فكان الكابتن دايما بيبقى راعي ديت قبل ما يراعي الملعب، بيراعي حته الشمس دي لما كنا بنلعب في الشمس. بس احنا طبعا ما عدناش نلعب في الشمس خلاص، احنا لعبنا كله بالليل دلوقتي. صح يا كابتن. يعني معلب، زمان كان في الشمس على طول. احنا بس يا كابتن في افريقيا تلاقي واحد بيعمل كده من الشمس، واحد مثلا الشمس مش عارف جاي له فين، بره الناس يعني بتلعب الكوره للكوره، يعني بيشيل كل العوامل و طبيعي. فصحيح يعني ممكن تقول الفرقه لعبت اربع مباريات بفارق زمني ثلاث ايام او يومين، بين كل يومين فاصل بس بين كل ماتش والتاني، برضو ده يعتبر جهد كبير ممكن. بس طبعا الفريق الكبير يستطيع ان هو يدير المباراه بالشكل المناسب لامكانياته. يعني لما اكون حاسس ان انا في نوع من الاجهاد شويه او التعب شويه، يبقى انا بلعب الكوره بسهوله جدا وما بعافرش فيها وبنقلها بسهوله، واخد بالك؟ دي نمره واحد. نمره اثنين برضه نقطه انك انت بتجيلك فرص وبتضيع، دي نقطة منتشرة في كل مباريات النادي الأهلي. صح يا كابتن. صح. قاسم مشترك. صح. علاجها علاجها يا كابتن. خسرك علاجها لازم يكون عندك لعيب. خسرك ريال مدريد وخسرك فلامينجو. لازم أجيب لعيب كويس. لعيب فيرود كويس. لأن النهارده المدار المهاجم بيتحسب زي بيصنفوه، بيجيب كام جول مثلا من خمس فرص، جاله خمس فرص. ده ان جنرال يعني بحسبوها مش ماتش واحد، لا عموما يقول لك الامكانيات بتاع اللعيب ده وتعد جوال اللي جابها في الموسم بتوصلك لانه بيجيب مثلا جولين من كل مثلا اربع فرص. كابتن طه انا عايز استاذن حضرتك، هل النادي الاهلي دلوقتي يمتلك مهاجم على مقوماته، على طموحاته، على احلامه، على المشوار اللي هو بيعمله؟ يعني حد من اللي موجود دلوقتي؟ لا 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 لا. هقول لك. طيب. ليه بس اولا يعني انت احنا الناس النادي الاهلي لعب كاس العالم ده احسن كاس عالم النادي الاهلي لعب فيه. صح. وللاسف اسوأ نتائج عملناها من خلال الفرص اللي ضاعت.
تعالى مشي ريال مدريد، شوف ريال مدريد دي مثلا راح فينا قبل ما نعمل التعاقد، كان ممكن نعمل التعادل بكره يعني لقفش، انا مش عايز انا بذكر اسماء على سبيل المثال، صح. عملت عرضيه وكان ممكن احطها في الجول، واخد بالك؟ وبعد دي واحده. لما تيجي مثلا ماتش بتاع فريق فلامينجو، الشريف منفرد هو جول، صح، بينالتي ضيعه معلول، ألشا عملها ديانج، الشناوي طلع في واحده وما خدهاش، كل دي اخطاء ومع هذا خسرتك 4-2، كان ممكن تبقى 3-1 و4-1، تمام. فدي طيب. كلها فرص ضايعه واخطاء دفاعيه يعني ما بتحصلش. طب بعد ده احسن كاس عالم النادي الاهلي لعبه، ولعب كند مع هذه الفرق، صح، ويهاجم هجمه بهجمه، صح. انا بتكلم عشان دي لانه كان النادي الاهلي لحد الدقيقه 93 مع ريال مدريد 2-1، صح. وانشيلوتي ما غيرش ولا غير لعيب واحد بس، صح، قبل ال 93، صح. سيبايوس نزله بدل كروز، ثم بعد ما جاب الجول الثالث في الدقيقه 93 غير، خلاص اطمئن ان هو بقى فارق جولين وراح عامل التغييرات. فالنادي الاهلي عمل احسن كاس عالم، بس للاسف الشديد تضييع الفرص السهله اللي ضاعت، الاخطاء، بعض الاخطاء اللي ما بتحصلش خلت النتيجه ككل يعني غير مرضيه. السؤال الثاني يا كابتن، صافيو هي صفقه جديده للنادي الاهلي، هل هو على طموحات النادي الاهلي ولا هيبقى استمراره صعب؟ انا يعني مع احترامي انا بتعجب يعني من العين اللي جابته. الراجل ده اولا بدنيا وحش خالص، بدنيا خالص، ما عندوش اي حاجه يحافظ على كورته ولا يحافظ على تمريرته ولا اي حاجه اطلاقا. ممكن يكون لعيب عنده مهارات، طب انا اي لعيب مبطل اجيبه عنده مهارات، لكن هو اجمالا لا مين اللي جات ازاي برضه عمليه يعني عجيبه ان انا اجيب واحد برازيلي وانا مش متيقن من الريكوردز بتاعته، ولا يقولوا لي جاب مش عارف كام جول ولا جاب كل ده، مش قادر بدنيا، مش قادر يعني ما بينزل مش قادر يحافظ على كورته، مش قادر يعمل دريبلينج وتمشي، مش قادر فبرضه معلش احنا ما هو انا دي مكاشفه، صح. هي لفت حساب ان الجهاز الفني واداره النادي والمسؤولين عن الكوره بيجتهدوا زي اي حد ما بيجتهد، صح، واللي بيجتهد ويبذل مجهود يصيب في كثير الاحيان ويخطئ في بعض الاحيان، صح. احنا ما بنلومش حد، انما احنا بنوصف حاله موجوده ممكن على ضوء هذه الحاله نصحح الامور يعني، صح. يبقى نتأنى، ما بنجيب واحد لازم نتأنى ونشوفه كويس ونتأكد من امكانياته وكذا وكذا. هل كهرباء كابتن وجوده يحل الامور الهجوميه ولا ما يحلش؟ انا ما اعرفش كهرباء ايه وضعه، كاس العالم ما لعبش غير في الماتش الاولاني، لعب دقيقتين ولا 5 دقائق بس، ومن وقتها هو ما بيلعبش، ما اعرفش ليه ما بيلعبش، هل مصاب؟ كان عنده برده، كانت درجه حرارته عاليه يا كابتن من ماتش كاس العالم لحد الان. انا في كاس العالم ده اللي انا عارفه، النهارده مش عارف الحقيقه. ما كاس العالم خدنا 11 يوم، من واحد يوم 11 ما لعبش فيهم، اول ماتش لعب 5 دقائق في الاخر فقط، وبعد كده ما لعبش. عنده برد، يقعد البرد 11 يوم وبعدها اسبوع كمان لحد ما لعبنا الماتش ده، يعني انا مش عارف برضه هو ليه موجود مع الفرقه وما بيلعبش ولا بينزل، لان ما اعرفش. طيب مش متصنف. تقييم حضرتك لكولر؟ كولر برضو النهاردة مشكلته في عمليات التغيير، هو دايما يتأخر في التغيير. لو حس ان الفرقة مجهدة شوية، يبقى انا الجول اولا جه في الدقيقة 54، هو قعد لحد الدقيقة 63 اول تغيير عمله بتاع اللعيب الجزائري، اول تغيير عمله، وبعدين في الدقيقة 75 عمل الثلاث تغييرات، قفشه وشريف و... هل التغييره بتاعت الكندوسي عملت فرق يا كابتن؟ لا انا ما اقصدش ان ما انا كان اقصد اغير بدل واحد اغير ثلاثه. لا انا فاهم، انا فاهم في اول ثاني هاف تايم. انا شايف اللعيبه مجهده. هو الماتش بتاع ماتش اوكلاند ثاني ماتش بعديه الاربعه القدامانين غيرهم من الاول، لعب من غيرهم يعني بدلهم، واخد بالك؟ في الماتش ده لو انا شاعر ان في اجهاد كان ممكن ان الشوط الثاني ما يبتدي التغيير الاولانيه، عملت دي اعمل ثلاث لعيبه واجي في الدقيقه 75 قبل تغييرين كمان،
اقدر انشط الفريق طالما يعني حضرتك توجه له لوم في تغييراته، في تاخير تغييراته، تاخير التغييرات، لانه في ماتش زي ده لو ما انا لو جه قال لي والله انا لعبت اربع ماتشات يبقى لازم اعمل كده. صح لعبت اربع ماتشات بفاصل ثلاث ايام، يعني معناها في لعيبه عليها تحميل. صح يبقى انا ما خليهمش حتى لما جه الجول في الدقيقه 54 ما غيرتش ده في الدقيقه 63. صح وانت شايف اللعيبه، انا شايف ان هم يعني في بعضهم مش يعني مش في فورمتهم. صح القندوسي يا كابتن، القندوسي راي حضرتك في ايه؟ ما بنش تمام. انت ما ينزل في ماتش، بينزل في ماتش زي كده ده نازل في اختبار. صح كابتن. يعني هو نزل دقيقه 63 بعد ما جه الجول في الدقيقه 54، يعني نازل الفريق خسران. يعني حتى نزل في ظروف مش كويسه. صح المفروض هو جاي جديد، كنت العبه في ماتش في ظروف كويسه، ولا كسبان وانا متقدم او انا متعادل. انيهاو حتى لو نزلته كده يعني، بس طبعا مع انت خسران والفريق الثاني بقى يعني خد ثقه كبيره بعد ما سجل الهدف. ما نقدرش نحكم عليه يا كابتن، ما اقدرش احكم عليه على طول يعني. صح لكن هو اجمالا انا شايف دي حاجات ممكن تحصل. امبارح الوداد خسر 1-0 في اخر دقيقه في الماتش، في اخر دقيقتين، والزمالك تعادل. يعني حتى الفرق الكبيره كلها في البدايات ممكن تكون متعثره شويه، نتيجه برضو برجع جهادات لكذا لكذا موجود، مش نهايه العالم يعني يا كابتن. لكن ما لا لكن عندي الفرصه كامله. صح فرصه موجوده قدامي ان شاء الله عندي باذن الله. سان داونز يوم السبت، انا اتفرجت على سان داونز، مهارات كويسه ولاعيبه بتنقل كويس، اتفرجت عليهم ماتشين، ماتشهم مع الهلال السوداني وماتشهم مع القطن الكاميروني، لعيبه بتنقل كويس، لكن برضه ما مش اجريسيف. يعني هم جيهم لعبوا ضدنا هنا السنه اللي قبل اللي فاتت وكسبناهم هنا 2-1 على ما اعتقد. ان شاء الله باذن الله يا كابتن. او 2-0 ان شاء الله قدامنا الفرصه كامله. احنا ما نبقاش ان انا قعدت من الدنيا كلها ونفتكر ان العمليه انتهت، لا بالعكس النادي الاهلي في حاله كويسه جدا. احنا بننور كشاف على طول يا كابتن، ما تقلقش مفيش حاجه هتعدي. بالتوفيق ان شاء الله. بتشرف بوجودك دايما يا كابتن طه. تسلم لي يا حبيبي كابتن، خيرك. بشكرك شكرا جزيلا كابتن طه اسماعيل. اذا هاخد من اخر